الف الف مبروك. دايما اي حاجه بتبقى او بنقدر نجيبها لحضراتكم فيما يخص النادي الاهلي بنجيب لحضراتكم كل هذه الامور. مقوله النادي الاهلي بمن حضر مقوله تاريخيه، لازم دايما هذه المقوله تتحط ضمن الاقاويل التاريخيه اللي هتفضل عايشه طول عمرنا طول عمرنا. عبد الله السعيد في ثلاث سنوات او منذ ثلاث سنوات ترك عبد الله السعيد النادي الاهلي في 2019 وحتى 2022. خلال هذه الفتره النادي الاهلي حصل على ست القاب، اثنين افريقيا اثنين سوبر، ست القاب قاريه، اثنين افريقيا اثنين سوبر واثنين برونزيه عالم، اثنين قاريه واحده عالميه زي ما حضراتكم شايفين. الاهلي من 2014 وحتى 2019 خد كام بطوله قاريه؟ واحدة. بطولة واحدة قارية. عبد الله اللي يسيب الأهلي وما يقدرش جمهوره يبقى شكرا. شكرا. في نفس الوقت يجب أن يتحمل زعل الجمهور. لأن الجمهور ده هو اللي بيحطك فوق وهو اللي بينزلك تحت، هو اللي بيطلعك سبع سماء وهو اللي بينزلك سبع أرض. في لعيبة كتيرة جدا مشيت من النادي الأهلي أو اعتزلت. وليد سليمان. لكم في وليد سليمان عظة، لكن رصيدهم عند الجمهور كبير جدا جدا جدا. في لعيبة بتشتري التاريخ، ودول جمهور النادي الأهلي بيخليهم أساطير. وفي لعيبة بتفضل الفلوس، مفيش مشكلة، ولكن عليهم الاختيار. اختيارك هو اللي بيخليك تبقى فين، مش اختيارنا احنا او مش اختيار الجمهور. الشناوي مثلا جاله عروض وكتيره جدا ورفضها، بلاش كتيره، عرض على الاقل اللي انا اعرفه واللي انا شفته بعينيا، عرض جاله ومش هقول منين، ولكن جاله عرض ورفضه. ديانج جاله كام عرض في الفتره الاخيره ورفضه. كهربا بيحارب وخد عقوبات عشان النادي الاهلي. شادي حسين واحد من الناس اللي النادي الاهلي بيحب، كل جمهور النادي الاهلي بيحبهم لمجرد ان هو حارب لوجوده في النادي الاهلي. محمد مجدي قفشه اللي لسه الولاد الصغيرين كانوا بيقولوا التيشيرت بتاعه ده احنا كان اشتريناه عشان نحط اسم قفشه عليه. محمد مجدي قفشه ده عوقب عشان خاطر النادي الاهلي بان هو يلعب مع الناشئين، لو تفتكروا قبل ما يجي النادي الاهلي. اوعوا تنسوا الاسماء دي. الاسماء دي هي اللي بتحارب عشان خاطر النادي الاهلي، او هي اللي بتحب النادي الاهلي. على راي دايما الكابتن خطيب كان دايما يقول كلمه وهي مقوله ذهبيه الحقيقه، هذه المقوله ستوضع من المقولات الذهبيه اللي بتتقال. انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم. النجم هو الكيان، النجم هو الشعار. طول ما انت لابس الفانيلا الحمراء انت في نعمه، انت في نعمه. انزل الشارع وشوف هتعرف الفارق ما بين وجودك في النادي الاهلي وعدم وجودك في النادي الاهلي. ده صح، النادي الاهلي بالنسبه لنا هو الصح، بالنسبه لك هنا صح وهنا صح، او الفلوس صح والتاريخ صح. انت اخترت ايه؟ انزل الشارع وهتعرف، هتعرف الفارق ما بين اختيار التاريخ واختيار حاجه تانية. وبيتهيألي اعتقد ان عبد الله عارف. بالمناسبه انا واحد من الناس اللي بتحب تاريخ عبد الله جدا في كره القدم. اعرف قبل بلاش خلينا اتكلم بالارقام. مثلا قبل ما عبد الله يجي النادي الاهلي خد كام بطوله؟ ولا بطوله. طيب مع النادي الاهلي 12 بطوله. بعد النادي الاهلي على راي مانويل جوزيه زيرو. يعني قبل وبعد زيرو. نادي الاهلي 12 بطوله. لكن كل واحد من حقه ان هو يختار، اختار اللي انت عايزه وقول اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه، ومحدش هيقفل لسان حد ومحدش هيقول لسان حد. واحنا ما بتفرقش مين موجود ومين مش موجود، يظل دائما النادي الاهلي هو النجم، اسم النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء. قبل النادي الاهلي حاجه وبعد النادي الاهلي نفس الحاجه تقريبا. لكن اثناء وجودك في النادي الاهلي الوضع مختلف تماما تماما تماما. فلما تيجي دايما اللي انا اعرفه ان لما تخرج من النادي الاهلي تخرج من الباب الكبير،
باب الاحترام حتى لو مش عايز تكمل، باب الاحترام وحب الجمهور. في ناس مشيت من النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي بيحبهم، كل جمهور النادي الاهلي بيحبهم ان هم مشوا من النادي الاهلي، لانه ايه المشكله يا جماعه؟ انا مش هكمل، انا جاي لي عرض اخر من نادي اخر مهما كان اسم النادي. وحصلت، وحصلت جاي لي عرض اخر بضعف الفلوس، مش عيب على فكره، والله ما عيب، ولكن الاحترام والاخلاق عادي جدا ان انت تقول مفيش، حصلت قبل كده، ايه اللي حصل؟ لكن احنا لا نملك الجمهور ولا نملك ان الجمهور يبقى مش ما بيحبش اللي بيمشي من النادي الاهلي. فهناك من يختار التاريخ وهناك من يختار اشياء اخرى. مش معنى ان انت تختار التاريخ ان انت ما بتاخدش فلوس. مفيش لعيب في النادي الاهلي، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، دائما اي لعيب في النادي الاهلي الحمد لله بياخد من اعلى الاجور السنويه، من اعلى الاجور السنويه، بس عشان محدش يفهم كلامي غلط، وده لازم يبقى كده على فكره، وكلنا مقتنعين بهذا الكلام. طول عمره النادي الاهلي بيدي اكبر عقد سنوي معروفه، حتى لو عن طريق مثلا يجيب لك اعلانات، يجيب لك حاجات اشياء اخرى، كلنا عارفين هذه الامور. فمش معنى ان انا بقول تاريخ ان هو مفيش فلوس، لا طبعا، لكن في النهايه لو حضرتك ما خرجتش من الباب الكبير من النادي الاهلي يبقى لا تلوم الا نفسك، لا تلوم إلا نفسك، لأن النادي الأهلي شكرا مع السلامة، شكرا ليك ألف سلامة، ما حصلش حاجة.